السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي دي ستيم، دي فيها شوية أدوات هتسهل علينا الشغل في الريفت زي اكستراكت ماب بارامتر. دي عبارة مثلا إن أنا عايز أضيف بعض البارامتر للجينريك موديل أو الأبواب أو الشبابيك أو الحوايط، فبقول اكستراكت ماب بارامتر، بعلم هنا على الكاتيجوري اللي أنا عايزها. ممكن أقول له أنا عايز من الموديل كله، أو إن أنا عايز الأكتيف فيو، او انا عايز الكرنت سيلكشن. طيب انا عايز اي حاجه في الموديل، واقول له الجينريك موديل، واقول له انا عايز مثلا ازود البروجكت بس بوينت، وهي تقول له مثلا عايز ديت على سبيل المثال، او انا عايز كونكشن معينه، او عايز مثلا الخاصه بالاليمنت والجي يو اي دي. دي بيدي رقم لكل اليمنت موجود، المفروض بنختار واحده منهم واقول له ماب اند اكستراكت، فهو بيبدا يضيفهم ليها اكستراكت. فهتلاقي هنا الجينريك موديل اتضاف له الاثنين بارامتر دول، نقول له اوكي، وهيبدا ان هو يضيف لي الاثنين دول همت اليمنتس والجي يو اي دي. تمام، ومن هنا تقدر تقول له ده انا عايز اختار تكست او نص او حاجه تانيه، الجروب اندر، وهنا المبر برامتر تقدر انت تختار. طيب ايه الاداة اللي موجودة بعد كده؟ هنلاقي عندي اداة اسمها كلين موديل. كلين موديل فيها شوية امكانيات احسن بكتير من اللي موجودة في ال من قائمة مانج. بنلاقي ان انا عندي هنا البرش، لا هو احسن من البرش، احسن منه في ايه؟ ان انا هنا اقدر امسح اي فيو انا مش عايزه، بدل ما اقعد امسح فيو فيو وياخد وقت، لان اعلم الفيوهات انت مش بتلغي الليفل، بتلغي الفيو بس. تمام، وكذلك الاسكادولات، لو انت في اسكادولات كتير انت مش عايزهم ممكن ان انت تشيلهم على طول من هنا. الشيت برضه تقدر ان انت تحذفه. الفيو تمبليت دي برضه بتبقى متعبه جدا في ان انت تمسحهم واحده واحده، تقدر ان انت تتعلم عليهم كلهم. الفلاتر تقدر ان انت تمسحهم، لو في لينكات، لو في اوتوكاد، تمام، وبيدخل اكتر من اللي موجود في الريفت، لو في صور، كل ده تقدر ان انت تمسحه بسهوله من هنا. طيب تعال نشوف في ايه بعد كده. بلاقي ديليت ريفيجن كلاود، في ريفيجن كلاود وانا مش عارف امسحه وموجود في اكتر من فيو، فبسهوله اقدر ان انا اعلم عليهم من هنا وامسحه، فده بيوفر لي وقت كتير.